محافظة الفيوم، العريس عزم صحابه على طبعا الحنة بتاعته وجاب لهم شاشة عشان يتفرجوا على الماتش. طبعا احنا دلوقتي هنتابع مع حضراتكم ضربات الجزاء، حالة ترقب زي ما حضراتكم شايفين. لقطة طبعا حلوة جدا. توقعاتك كام بقى؟ أنا توقعت من شوية الأهلي هيخسر بلاش. لا توقعاتك في ضربات الجزاء كده. إن شاء الله الأهلي يفوز. هيفوز كام؟ فرق يقول إيه؟ أنت جيت للعريس ولا جيت للماتش؟ جيت للعريس ولا جيت للماتش؟ أنا جاي للغدا بكرة. أنت جاي لمين النهاردة؟ النهاردة للعريس طبعًا. باين عليك. عملت شغل فيديو. طبعا حالة ترقب صحاب العريس سابوا الفرح خالص وقاعدين يتابعوا طبعا ضربات الترجيح بين الاهلي والزمالك. عايزين حضراتكم تشوفوا الفرح كده. العريس يعني قاعد زعلان، الناس كلها مركزة مع الماتش. مين اللي هيفوز؟ يا اسلام مين اللي هيفوز في ضربات الجزاء؟ مين اللي هيفوز في ضربات الترجيح؟ مين؟ الاهلي. الاهلي الاهلي يشجع مين؟ طب انت جاي لمين يا اسلام بس؟ احمد قال لي لو الاهلي ما كسبش مش هيوصلني البيت. طب ماشي، انت جاي لمين؟ جاي للعريس ولا جاي للماتش؟ جاي العريس ولا الماتش؟ يا ابني انا جاي عشان اوصيه يبص عليا في الغدا بكره. جاي عشان الغدا بكره. انا جاي عشان الغدا. العريس كده كده هيتجوز. احمد ده انا اعرفه اصلا. طبعا حالة هو ما فيش حد معاك يا احمد والله، ما فيش حد معاك خالص والله، الناس والله نسيوا خالص. لا 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 عارف احنا جايين عشان مش باين، مش باين والله. هو جاي عشان الاكل. طبعا حيلة ذكية جدا من العريس انه يجيب الشاشة في الحنة. معروف طبعا ماتشات الاهلي والزمالك متابعة، يعني اي حد بيسيب اي حاجة في ايده عشان يسمع الماتش. فكون حد بقى ولا لا يفوز فعلا. والزمالك كده فايز؟ الزمالك فايز. وراح فين؟ استنى هنجيب الراجل ده. بقول لك ايه؟ بقول لك انت لسه جاي؟ انت لسه جاي؟ اه والله لسه. انت ما كنتش عارف ان في شاشه؟ لا انا عارف ان هيعمل حاجه تخص الماتش بس انا مش مهتم ليه؟ لان انا مش متابع كوره. اه انت مش في دماغك اصلا. انت قلت مفاجاه كبيره. اه انت قلت مفاجاه كبيره صح؟ اه مين اللي هيفوز يا محمد؟ مين اللي هيفوز؟ انا قلت لك لسه في الكوره. انت جاي عشان العريس كده. يعني دي مالهاش دعوه بالكوره. خالص. طبعا حالة حالة ترقب الجماهير طبعا بعد ضياع الاهلي دورات الترجيح. لسه متابعين. توقعاتك بقى مين اللي هيفوز؟ ان شاء الله الاهلي هيفوز. ما الاهلي مضيع اصلا. هيفوز برضه. هيفوز برضه بالعافيه. انت اهلاوي طبعا.
والحمد لله العريس الاهلاوي ولا الزمالكاوي كنا نكد عليه. هو انا العريس يعني العريس مش باين عليه انه له في الكوره اصلا، مش باين عليه انه هو جابها عشان الناس تيجي اصلا. سالته بيقول لي الناس عشان يا عم بس ايه مش نهتم بالفرح برضه. ايوه ما انت لو مفيش شاشه اراهنك ان كنت ليه في العدد ده يعني مستحيل. لو مفيش شاشه كده الناس اكتر من كده. ده احمد يعني جدع والناس كلها تجيله طبعا. ضيع يلا ضيع يلا. هتيجي دي اهلال ولا تضيع؟ هتيجي دي؟ هتيجي طبعا. انا اعرف ده. انا بقيت بشجع الزمالك. انت قمت ليه؟ انت قمت ليه؟ قمت ليه؟ روح يا جدع فايز لسه يا عم لسه في امل. لا لا يا جدع يا جدع انت فاهم مش يمكن. طبعا ركلات الترجيح 4-3 لصالح الزمالك. الكرة الجاية دي هتحسب، لو الأهلي ضيع الكرة الجاية خلاص. الأهلي ضيع الكرة الجاية خلاص. هو ده حال الدنيا. ليه الجواز بالظبط؟ اتجوز يطلع قرع يطلع حمرا. قوي. طبعا انتهت المباراة بفوز طبعا الزمالك بركلات الترجيح بعد إضاعة النادي الأهلي طبعا. ماشي ما احنا خلاص هننزل. هو مش الماتش خلص؟ طول ايه؟ لا ما تقولش رايك في الفرح، الفرح خلاص انا زعلت. ده اللي خسر. طبعا انتهت المباراه طبعا فوز نادي الزمالك بركلات الترجيح. الفرح طبعا نقدر نقول انه خلص يعني كله كان جاي يتابع الماتش من الفرح، لكن كانت حله ذكيه طبعا من العريس ان هو يعمل اللقطه الجميله. طبعا الكرام من هنا قد وصلنا لقناه اللايف البث المباشر من هنا من محافظه الفيوم. شكرا، السلام عليكم.